بالنسبة لأخبار المحافظات، في البحر الأحمر أعلنت مديرية الطب البيطري عن رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع إقرار 50,000 جنيه غرامة الذبح بالشوارع. وفي البحيرة بيتم رصف الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 67 مليون جنيه. وفي جامعة المنوفية تم فتح باب التقديم في الدورة الثالثة للمشروعات الخضراء الذكية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الطب البيطري عن رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء أجازات الأطباء البيطريين، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات بكل إدارة بيطرية لمتابعة وتطبيق غرامات على المخالفين، واللي بتصل ل50,000 جنيه لمن يقوم بالذبح بالشوارع. في البحيرة بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال الرصف بالطريق الدولي الساحلي رافد 45 بطول 4.5 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه، واللي بيربط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية وبتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري. في الشرقية أكدت مديرية التموين إن ما تم توريده أمس من الأقماح بلغ 605,487 طن قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، وسط تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها. في سوهاج نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج أول حملة إقليمية للتبرع بالدم تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتوفير كميات من أكياس الدم والوصول لمرحلة اكتفاء ذاتي لسد احتياج المصابين وإنقاذ المرضى. في جامعة المنوفية تم الإعلان عن فتح باب التقديم في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة. في الدقهلية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدء فعاليات تدريب مشروع مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بمديرية التضامن الاجتماعي. بيستمر التدريب 3 أيام لإمداد الشباب بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة تساعد في تدعيم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري.